عملنا ال حكينا الليفتات بتاعنا، حكينا مسحنا الفيشات بتاعنا، و البريود دي كانت خايبة شوية، واحنا نهارين قبل ما صار المشاكل، واحنا في حتة اللعب مع حرب الأمامي، صار المشاكل مع حالة غمامة في الستير. وبصفة عامة كانت بوينت وفي جلسة شوية جلسة صار كان فيهم مشاكل جماعة الحبال كان فيهم الأحداث بتاع الكلام الدولي. بصفة عامة الوقت التايمين ما كانش مناسب. والحملة كانت ضد حزب في تونس حملة كبيرة على مستوى فيسبوك وخرجوا برشا إشاعات خرجوا برشا حاجات عايزة. المفيد أنا جينا نخدموا في الولاية جوزة مع سي محمد ومجموعة كانت شفنا خدمنا الليل كامل علقنا اللفتات بتاعنا وعلى كملنا ستة متاع الصباح التسعة متاع الصباح ثلاث سوايع بعد ما كملنا كل شيء كل شيء بقى واللفتات الكبار في الجردة وبعد البداية محطوط عليهم سياسيين ثلاثة سوايع هذا شو صار معنا بس معنا فما بيت قعدوا دبوا فينا ليل كامل خلينا نكملوا الخدمة الكل ومن بعد جاي وفاز برشا تليفونات وبرشا كلام قال و المفيد وصلنا لهذا حد نهار ست في الليل قلنا حد سبيع مشتكي كلمني مولا صار قال لي لا وصار على التهديد قام الحل بتاعه حكينا مع محمد مع كل حكينا مع سيدة ما مقنعناهوش قلنا له راهو مش هكا اللي يصير العمل راهو تفهمنا أولا ثانيا معناتها فما أمن حب هذاك معناتها مش هكاك مسيب الدنيا هي وحسيت له مفيد ما تقنعش قال لي بطل رجعنا الفلوس بتاعنا وقال لنا سامحوني لاني انا مش مسكر بالطبيعة احنا جينا مع الصباح مع بيت كانوا جايين لهالي كلكم لهالي تعرفوا واحد في مني وتعرفوا معناتها سمعتوا الكلمات نهار السبت في الليل في القهاوي شو يحكيوا العباد لهالي التونسيون اللي طلعت العباد خاطر كلموني قالوا لي في القهاوي يحكيوا لي باش يجيو يكسروكم المحل بتاعكم وباش يجيو يضربوكم وباش يجيو يعملوا 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 هو كله تهديد خاطر ما صلحت شيء منه الاخر في الاخر راح تسبير جاونا 10 عباد استفدت لما تشوف القهوة استفدت معبي استفدت معبي ومعبي بعبيد 10 12 واحد بعبيد انا حكيت معه من حالة القهوة خلوا بحد الصالة سمحني عرفتوا هم شو شكون استفدت معبي ومعبي المفيد شوف انا اخذت العبيد بيتهم بالعشرة اللي جايو انا استدعيت 20 واحد انا استدعيت ماشي قديش قعدنا معهم استدعيناه وقلنا لهم يجي ومرحبا بكم واهلا وهم عاملين مسيره قلنا لهم احنا نحب نسمعكم انتم المواطنين بحبوا نسمعوا في مشاكلكم قلت لهم فهموا باش كي يجي وحاسين ظاهره في المخدمه مخدومه خاطر جاي وقال لهم سامحني سي بادي ولا فما حاجه لازم نعملوها وش نعملوها وكهو هو السبب اللي حكونا كان وقت هيدو مال السي كي جي وزير فما شي سمعنا ولا شي الا طيب فما زوج علاش كانوا يعني نفسه ما حدش يسمع ولا حدش يتكلم معنا وين سمعنا قعدنا في الولايه وعملوا لي استقبال دبور خارق العاده في المطار جابوا لي طفله صغيره معناها لابسه زي معناها تقليدي تاع قفصه وتفكروا بالله السيد جاب بنته وكذا وبعد جاء في الاجتماع في الوزاره تفكر هي حكايه تاكسيات معناها حكايه مشكله في كل ولايه مش كان في قفصه معناها إذا نذكر مليح في قفصة المشكلة هو أنه معتصمين ولا طالبين حق على خاطر معتصمين خاطر الوالي قلت له قداش من خاطر الوالي هو يعطيني قداش عطيه 50 قلت له يا اخي شنو حرب في 10 وما 10 معتصمين انا ما يمشي باش ناقش مع جماعه التاكسيات ومش قلت له يعطي تاكسيات يغشوا كي ما يعطيش اللي ما خداش الصناع الغش 10 ما يمشي ماهيش حاجه كبيره قال لي مشكلتي هو فما ليست دوم وهذا العشرة من 120 فوق معناها فما 60 قبلهم قال مش على خاطرهم معتصمين شو اللي عندهم حق قدام اللي ما اعتصمش اللي هو ابجي كان مش عندي 10 بتعطي من نومر 51 ل 60 في الانسيان تي في الكريتيري اللي حطهم
دونك معناها 60 كوز واحد. من بعد قال لي بون الحل الوحيد وانا قال حل اخر اللي معناها خدمه صنع تاكسي ماشي ماشي باش نلقاو خدمه خريم باش ناخذوا منه. هما كانوا طالبين الليسانس كحق على خاطرهم معتصمين. ايه هو سيدي اسمي سامحني او مزارو او شيء او شوز سيكيورو.